مني فقد الذاكره يعني تقوم تبهدلوني بالشكل ده؟ انا مش فاهمه بس ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ مضايقني ايه؟ ده انا لقيت شبه الهديه الملفوفه. والله ده انت شكلك جميل بجد. قوي. ميرسي يا قمر. ده بص الحظ ده. وعندي واحد تاني هنا. وخطبت هنا وكأن ربنا استجاب لرغبتي وخلاها كأنها تبقى الأولى في حياتي. حبتها وكأني بكتشفها من جديد. ايه مالك فاتي؟ ايه في حبيبتي مالك؟ جرالك حاجة؟ الكاوتش نام. كاوتش؟ تقوم تعيطي يا هلا؟ طب ده نام يعني ما ماتش؟ حرام عليك يا هلا، انت صحتيني من أحلى نومة يعني. طب انت يعني فاتحه الكبوت ليه يعني لما الكاوتش نام؟ بدور على الاستبن. ايه السؤال ده؟ انا اسف انا غلطان اني بسأل. صح، بتدوري على الاستبن في الموتور. الله يلعن ابو اللي ركبكوا عربيات، على ابو اللي علمك السواقه. طيب يلا هلا، يلا قفلي العربيه وتعالي اروحك. يلا. والكاوتش؟ يخرم ام الكاوتش. خلاص يا هلا انا صحيت يا حبيبتي، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. سيبيه هو يبقى نايم، يعني حد فينا يبقى نايم. على فكره انا لو كنت اعرف انك هتزعل انا عمري ما كنت صحيتك. روح نام. لا خلاص، على ايه؟ خلاص انا خلاص. لا بالعكس، لا انا كنت زهقان وانا نايم على فكره. انا كنت زهقان يعني، انا كنت مش لاقي حاجه اعملها حتى. كوريك اصلا شبح. كوريك فين؟ هو اديكي بالكوريك في اورتك فين؟ مست كول يعني اكيد يعني يا نايم يا اما ميت. ايوه كلمت. صحيت ما تخد لنا الكاوتش ده جاهز يصحى. شديت الصفون؟ يلا يلا عشان تخلصي الرسم اللي وراكي. حاضر. يلا بلبل افتحلي دي. مش عارف الحياة بجد، معقولة؟ يا بنتي حاولي، وانا لازم كل حاجة اعملها لك. ما انا جربت. حاولي تاني، جربي تاني لغاية ما تعرفي. معقولة؟ في حبة جم عليك. قصدك في حبة ما جوش عليا. خليهم يجوا عليا، خليهم يجوا عليا. حسبي هل اوي تلك يا بلبل. بلبل ايه بس؟ بلبل ايه وزفت ايه يا شيخ؟ بس عملت ايه اللي بالك كده؟ مفيش، هلا فارت في وش. حاجه تضحك فعلا. عرفت تضحك قوي دلوقتي صح؟ حاجه تضحك بصراحه يعني. ايه هلا في ايه؟ انت بتغيري ولا ايه؟ دي بالك البنت اللي بتغير تبقى مش واثقه في نفسها، وانا اصلا ما بحبش موضوع الغيره ده لانه بصراحه خانقه. خانقه؟ انا خانقه عشان بس بسالك رايح فين وجاي منين وبترجع الساعه كام وتكلمني قبل ما تنزل وتكلمني اول ما تروح وبتقابل مين صدفه ومين بيكلمك في التليفون وما بتردش على مين وبترد على مين؟ ومين فينا اللي هيرد؟ ايه بلبل مالك؟ بلبل مبلول. بلبل مبلول، بلبل اللي عمره ما اتبل في حياته انت بلتيه. وبقول لك ايه؟ بمناسبة بقى نخرج مع مين ونيجي مع مين ونروح مع مين والكلام الفاضي اللي انت قلتيه ده، النهارده عيد ميلاد علاء وهنخرج نحتفل بيه في اي مكان بره، هتيجي معانا ولا مش هتيجي معانا؟ انت عارف ان انا ما بحبش اخرج مع ناس. مش فاهم ايه الانطوائيه اللي انت فيها دي؟ يعني عشان نخرج ننعزل كلنا على العالم؟ ايه هلا في ايه؟ بقول لك ايه؟ وحياء هلا انا تعبت بجد، تعبت. كمل انت بقى. وانت تحبي تعملي فرح ولا مش مهم يا هلا؟ انت تحب ايه؟ والله الرجالة كلهم ممكن ما يعملوش فرح عادي يعني. أنا كمان ممكن ما أعملش فرح عادي. أوكي. خلصتي؟ طيب بالنسبة لشهر العسل، تحبي شهر العسل يكون جوه مصر ولا بره مصر؟ أنت تحب إيه؟ أنا أحبه يبقى بره مصر. وأنا كمان. أوكي. طيب تحبي الفانيليا أكتر ولا الشوكولاتة؟ أنت بتحب إيه؟ أنا بحب الفانيليا.
وانا كمان. كويس، ده نوع الفراخ اللي انا بحبه. صحيح انت بتحب الصدر اكتر ولا الورك؟ بتاع مين؟ بص، هو بالنسبه للرجاله بيحبوا الاثنين، وانت ايه؟ انا بحب الاثنين برضو. ايوه خلاصي خلاصي. خلصت خلاص؟ يعني مش عارفه. مش عارفه ايه ده، انت خلصت السوبر ماركت كله. طب بقول لك ايه صحيح؟ ما قلتليش ايه رايك في طعم الايس كريم؟ عجبك؟ تحفه تحفه. ايه هو اللي تحفه؟ يا بنتي انت ما اكلتيش ايس كريم اصلا، انا اللي واكل. انت ايه؟ اي حاجه بتقولي او خلاص؟ اتجوز في اي حته وروح شهر عسل في اي حته؟ ايه؟ فكري في الكلام الاول يا هاله. طلعي لسانك. طلعي لسانك. طلعي لسانك. شو زيك؟ بصي ما فيهوش بني، ما فيهوش شوكليت يا هاله. ما هيكش فانيليا. طب انت داخله يمين ولا شمال؟ امتى هتخش الباب؟ انا هطير. هطير معاك. خلاص طيري كده، انا هطير كده. يا بول. الله، ايه ده؟ حلوه الغويشه دي قوي. ميرسي يا بولب. بس مش مظبوطه، اظبطيها بقى عشان ما اقدم. اللي ما كنتش عامل حسابه بقى ان انا اقابل ياسمين تاني. وطبعا كان بالنسبه لي دي اول مره بشوفها في حياتي. يعني ايه؟ لما شفتها ما عرفتهاش ولا حتى افتكرتها؟ توتو خالص، سيراميك. ما انا في الوقت ده كنت فاقد الذاكره. طب وهي؟ لا هي ما كانتش طقطق ولا حاجه، هي كان عندها ذاكره عادي. يا ابني ما انا عارفه هي عملت ايه لما شافتك. مش مهم بقى هي عملت ايه، ده المهم اللي انا عملته ايه. أنا بلبل. يعني بصي أنا مش بعكس، أوكي؟ عشان تكوني فاكرة إن أنا بعكس. أنا أول مرة في حياتي أعمل حاجة زي اللي أنا بعملها دلوقتي حالاً، إن أنا أوقف حد وأقول له أنا مين بلبل والجو ده. بصي، هو اللي حصل كله إن أنا بصراحة لما شفتك حسيت إن أنا معجب بيكي وبجريك وبسرعتك. ما شاء الله أنت سريعة جداً. ممكن تعرف يعني أنا بلبل، أنت اسمك إيه؟ إيه؟ هاي خرصة ولا أنا ياسمين. هاي ياسمين، إزيك؟ إيه ده؟ يلا إجري إجري. أوكي حاضر. إجري ياسمين. كان معها حق إنها تديني بالجزمة وقتها لأنها افتكرت إن أنا بعكسها. بس لطيفة والله. بس الحقيقة موقفها اتغير تماما بعد ما عرفت من واحدة صاحبتها إن أنا أصلا فاقد الذاكرة ومش فاكرها. لا ده مش مبتكر خالص. عم ايوب يخرب بيتك. ايه ايه في ايه؟ افتكرتك يعني لما مؤاخذه موت. بعد شر عليك. بقولك ايه والنبي عم ايوب، عايز كتاب عن الهارمونيكا. ايه حكايتكم معايا؟ مش فاهم انا. معلش اصبر عليا. كتاب عن عارفها الهارمونيكا؟ عارفها؟ عايز كتاب بقى عنها، اي كتاب عنها. ولان اكتر حاجه بتفرح البنات انك تهتم بالحاجات اللي هما بيحبوها، فكان لازم اهتم باكتر حاجه بتحبها ياسمين. ربنا يوفقك يا امل، ربنا يكرمك يا امل. بلبل انا خلصت بجد. بتتكلمي بجد؟ خلصتي السيجارة؟ لا لا مش مصدق. هاتي
هاتي. لا استني استني استني، دي لحظة تاريخية، دي لحظة لازم استعد لها وباللي شاف عيفي. هاتي هاتي في سيدك. مش يعمل مش يعمل مش يعمل. هاتي يا سلام. طب ايه؟ هشربها مطفية ولا ايه؟ بسرعة. بس انا مش فاهمة، انت حبيت لك مين ولا حبيت مين ولا ما حبيتش حد؟ والله بصي، هو ده اللي انا كنت بحاول اعرفه يا امل. هو انا حبيت ايه اللي بيحصل في السيجارة يا امل؟ امل انت شايفة؟ طمنيني، اللي انا شايفه ده حقيقي يا امل؟ بتولعي ايه؟ حقيقي ما لزقتهاش ليه يا امل؟ قلت لك ازاي يا امل؟ في خط بني فوق يا سيجاره، ما لزقتهاش. يا ريتني شربتها مطفيه. عادي هلف لك غيرها. وانا لسه هستنى. انت اتعلمت المشي وانت لسه ما اتعلمتيش اللف، حرام عليكي. انا بجد مش فاهمه انت ليه مش عايزه تقولي له ان انتوا كنتوا مخطوبين. عايزاه كده على طبيعته عشان اعرف اجيب اخره واعرف هيتصرف ازاي. سيبي اهو بيتصل اهو. اكيد كده. بلبل يلا انا همشي بقى عشان هبروف. ها باي باي. بلبل ازيك؟ اهلا الحمد لله. مين دي؟ هاي هاي. ازيك يا ياسمين؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ مش عارف، في حاجه غريبه جدا، كل ما اكلمك او تكلميني اسمك ما يطلعش. يمكن تكون مسايبه مرتين ولا حاجه. ليه هسجله مرتين ليه يعني؟ هذاكره. انت كان في حد معاكي؟ واحده صاحبتي. اوكي. حضرتك تحب تطلب حاجه؟ والله انا جعانه قوي. ممكن بقول لك ايه، ما تطلبي لي، انا اول مره اجي هنا. والله طب هاتي له سيمون في ميه، اكيد هيعجبك. انا ما بحبوش قوي بس ماشي. اوكي طالما انت اللي طالبه يبقى عاجبني. اوكي تحب تشرب حاجه مع الاكل؟ والله ممكن اشرب سجاير. حبيبتي شكريت. شكرا. هزر معايا عادي ولا بتغيري وخانقه وكده؟ انا غير؟ لا طبعا هزر مع اللي انت عايز تهزر معاها عادي. بس في بنات بتغير كده وعارفه وخانقه وبتاع. احسن حاجه فيكي انك ما بتغيريش. طب بالمره بقى ايه ظروف اللمه معاك؟ مالها اللمه؟ يعني بتتخنق من اللمه ولا عادي بتحبها؟ مين قال كان فاضي؟ انا بتخنق من اللمه؟ لا طبعا، ده دردشه وونس. انا بحب اللمه جدا. ده الا اللمه. أنا خايف عليكي. من إيه؟ من إنك تتطلقي. يعني أما نسيب بعض دلوقتي أحسن ما نسيب بعض وإحنا متطلقين. طب أنا عايز أعرف، أنا عملت لك حاجة؟ يعني إيه المشكلة من عندي؟ لا لا خالص خالص، المشكلة عندي أنا. انت بس طريقتك يعني لا تطاق. يعني انت عايزه حد يعمل لك كل كبيره وصغيره في حياتك. هال مشكلتك دي ممكن تتحل لو جبتي واحده فلبينيه. انا مش فلبي يعني. وبعدين انت عارفه لو هو مش جواز كان عادي مش هيفرق بالنسبه لي، انما ده جواز. عايز حد يبقى معايا كده. صدقيني يا هلا كده احسن ليا وليكي. حسيت بالذنب الرهيب ناحية هالة، بس أعمل إيه؟ لقيت ياسمين أحسن في كل حاجة. بس دي كانت مستعدة تعمل كل اللي أنت عايزه. واللي هي عايزاه بقى مين اللي هيعمله لها إن شاء الله؟ أنا؟ معاك حق، أنا أصلاً من الأول كنت بقلب ياسمين. فسحي كده من عندي. ألو؟ هاي إبراهيم إزيك؟ بس عارفة حصل حاجة. بس بقى أنا تعبت. الله! إيه في إيه ده؟ إيه بتزعلي كده؟ هي الحاجة اللي هتقولها دي بخصوص إن هو في غيرهم؟ هقولها لك دلوقتي. تعالي. طب يا ابراهيم سلام. انت دلوقتي هكلمك تاني. ايه بقى الحاجه اللي مضايقاك ونفسك تقولها لي؟ بص يا ياسمين، انا هحاول لك الموضوع من اخر. انا كنت خاطب. طب ما انا عارفه. عارفه لحياتي تسالي وتتقصي عليا؟ انت واقعه بقى. على فكره يا بولب، انا كمان كنت مخطوبه وفسخت. لا يا شيخ. طب ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة انك كنت مخطوبة؟ نرميكي في الزبالة يعني عشان كنت مخطوبة؟ بس مين الحمار اللي يسيب واحدة زيك كده يعني؟ ما علينا. يعني انت كنت خاطب
وفسخت وانا كنت مخطوبه وفسخت. تمام. يعني متساويين يا كوتش؟ متساويين يا لا مش متساويين يا كوتش. عارفه ليه؟ انا لو كنت شفتك الاول انا متاكد وواثق ان هاله دي ما كانش هيبقى لها اي وجود في حياتي. هاله مين؟ هاله اللي انا كنت خطب. اسمها ايه؟ هاله. متأكد؟ ايوه يا بني بقول لك كنت خطيبها. ايوه طبعا متأكد. اسمها هال وقصيره كده. لا كده قصيره كده شويه. وانت كنت خاطب يا دي النيله؟ ايوه يا بنتي ما انا لسه قايل لك حالا. ايوه كنت خاطب. الله انت فقدت الذاكره ولا ايه؟